Ciao Caffè, parliamo della vita di uno caffè. Roberto, mi chiamo Angelina, scusami se non vedo nemmeno perché a long time non sono ancora vicino a voi, a long time sto di più, sto di più, di più, di più, di Ua, ma poi ho la Bibbia e sarà in Gerusalemme, another but I let cause of you to fall. Yeah, so we got a lot. And if I let, well, I'm a year, took them in the full run. Well, but, think of the left, هناك وإذا سألت أيضا عن فعل الخليل أجيب دعوة الداعي والناس أن يستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم إذا انتبه يتلوما جوف مطار مغفرة ورحمة وقرب واستجابة الأمر كبير أنا أدعوكم إلى التركيز على هذا الإطار المبارك باقي آيات خاصة آيات خاصة الحياة الزوجية الشريفة العفيفة المرضية رب العالمين أنا مباشرة جنسية للأزواج فينافل صوم وصوم عن كل ما هو محتاج من تعارض شراب وعلاقة جنسية نرى الآية اللي قبل الثلاثة والعلمين ومن خاف انا دائما اتحدث ربي على بعض الشيخ يدور بالوجود وقاتل يلقى قلب حقائق وشيخ الجود يقول ربي ومن خاف من موسى جنبا او اثما اذا كان يدخل وصاب لامر الماء جنفا او الجنف هو الظلم هو الانحراف عن طريق الحق وسؤالكم هو ما تعلمون هو كذلك فاصلح بينهم فلا اثم عليه من الله غفور رحيم فاصلح من مقومات الاسلام وسلمات المسلمين والمسلمين فلا اثم عليه يعني ارجو اطمن اذا كنت تقوم بالعمل الذي امر الله به وهو محبوب عند الله وهو يفيد الخلق يكفيهم الطبيعه لانه ما قلنا الطبيعه تتاثر بما يحدث بين الناس ان كان عدوان او كفر او ظلم كلامي او مباشر تلك الطبيعه الحيوانات ومن ذلك تتغير الى ما هو اتعب المزاج الحيوان يميل نحو العنف لانه كان ثم تقليد الحيوان الانسان المعتدل الاديب كذلك الطبيعه عندما تدخل حياتنا فيها كي تتاثر بالمحيط البشري قال ان الله غفور رحيم اي غفور لا يترك حكما الا واسقطه رحمه بعباده والرحيم من هو الرحمه وسعه كل شيء لكن الرحيم هي اختزاء رحمته يعني حاله رحمته وسعه كل شيء دون ان تقل في الايات التي تعلمها الان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصوم هو سنة أراد الله لخلقه رحمة منه وعلاج لهم هو وقاية أياما معدودة من رب الحدث
أيام المعدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة أيام أخرى خرج الملاص كأداء مع الله خرج عدة وعلى يمين يكون
والأفراد العلائم اللي بحكم فيها ويزعل الأول وحبه ويكون بين الفرد بين الحب وابني وبين الأم وابنتنا وأم دم يعني يدخل فيكم بعثير الشيطاني لأني لكم ما أسمت كنت شكرت عليكم على الحق هو الحق أن تكون لا دين إلا الإسلام ليس هناك نقوم فينا وما هم فيها فهي قائدية تنورينا كم هي بريدة وكم هي خربت نوعا ما وشوهت تاريخ الإسلام أنا الأول أنا أحرار الشيعة وأحرار من يدعون أنهم من السنة أن يرجو يا ربي لعل بعض من الآخرين يشدوا الطريق معاهم ويتخذون قصوى وتخرجهم من ظهر الله في يوم الوزع شهر رمضان الذي أجد فيه القرآن ثم أعلم يعني ربي أراد أن يرجو القرآن في هذا الشهر الذي هو له كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل عمل من أجل له إلا الصوفة إنه لي وأنا أزيد شهر رمضان الذي أجد فيه القرآن في الفضل والقبل شوف هدى للناس وبينات القرآن ماذا ذكر هنا لأنه هدى للناس الكل والآن هي الكل لكن ضمن من قبل مبقيه ومن محبة ضمن المنافقين ضمن الكاذبين جهرا وعيادا شهر رمضان الذي يقول القرآن هدى للناس وبينات من المجاورة بينات البداية الإلهية هي في القرآن تبين لنا طريق الأسلم هو طريق السلام مع الله ومع خطر والفرقان أي القرآن جاء بالتفرق بين الإيمان الصحيح صم وبين الإيمان المزعم كما عندهم من الدين وبين رب الدين شهر رمضان ومن يوم القرآن هدى للناس ومن الناس من الهدى والفرقان فمن شهد أن سيدة المؤمن كان المسلمين مثل الإنسان ليش حكاية عادات أو جاء رمضان ثم رسول هي عبادات فمن شهد أي من رأى أو سمع عن طريق ناس أفاضل أصحاب الأمانة من صديقهم كما اعتادهم من الصادقين فمن شهد منكم الشهر أن يصوم هنا حط ذلك الأمة الكلى من الشم نفسي تحط نفسي أنا ابتلاعب لحكام أو الظلم على أقصد الحكام يخاف ربهم بس كل واحد منهم كما تكون في تست زهر لا أكرمية الناس نزل يسمع الكلام مكان فلان ما يكفيه ولا ما يسفيه أبي يعمل اختبار هل عنده سمعة أو عنده ملا ناس يطيعون أو عملا يجيبوا المناسبة بحور رمضان الخروج وما يجيبوا كفرصة لهم فيما تكونون فيه برا بث العيون وبرا أعمل سبع آراء سرا تشوف روحك فيه هل يجب عليك أن تعدل من سيرتك وأن تصلح سياستك أم لا هذا كل كما عنا في الإسلام أن أمة واحدة لأن رسول الله واحد ودين واحد والقرآن واحد ورسول واحد عليه الصلاة والسلام إذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر قل يسلم الشهر حتى الصوم لأن الأمة جاء الشهر كما وقفت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مريضا شوف رخصة ومن كان مريضا او على السفر مدة ايام اخرى عرضنا الى هذا يريد الله بكم وسر ولا يريد بكم عسر ومن تكفل الاجتماع من تكفل الاجتماع اشار الى انكم اهل صدق العهد العهد خلف على امر الله تبقى You have to be able to do it.
Reprogrammed his soul to destroy. Some of you.